بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده وكلام في الطب. ما زلنا متواصلين والمسكوت عنه. المسكوت عنه ما هو الا تاخر الانجاب، ما هو الا مشاكل البيت الناتجه عن تاخر الانجاب. كل واحد دايما بيتمنى مع بدايه زواجه، او كل واحده بتتمنى مع بدايه الزواج ان يحصل انجاب ويروحوا للدكتور يسمعوا كلمه مبروك المدام حامل. دي من الحاجات دايما اللي بتدخل السرور والفرحة على كل البيوت المصرية. لكن تعال على النقيض او العكس، اما بيقول لك معلش ده فيه شوية مشاكل. شوية مشاكل ما بتبقاش مشاكل صحية بس، لكن بتبقى كمان مشاكل عائلية تسبب حاجات كتير. طيب، هل تأخر الانجاب ليه حل؟ هل ما معنى كلمة العقم؟ طب هل هنقدر في فترة بسيطة ان شاء الله نسمع كلمة المدام حامل؟ حاجات كتير جدا في حلقتنا النهاردة المرتبطة بتأخر الانجاب. كمان في حاجة تانية خاصة بالرجال، ما يسمى الضعف الجنسي. كل واحد وكل راجل عنده مشاكل، بيخاف يتكلم حتى لدكتوره، كمان ما يرضاش يروح يحكي للدكتور، يسمع اي كلام من اي اتجاه ويبدأ يحاول يتوصل لانه يحل مشكلته بنفسه، بس ده اكبر خطأ. علشان كده النهاردة مش بنقول احنا لا عمليات جراحية ولا غيره، ما هي الا بالطرق التقليدية القديمة او الطب النبوي او الطب التكميلي او الطب ما يسمى حاليا الطب الشمولي، بيشمل كل شيء. عشان كده اما جبنا احد المتميزين المعلومين في عالم طب الاعشاب، الدكتور محمد بكري خبير الاعشاب الدولي. اهلا وسهلا بك يا دكتور محمد. اهلا بيك يا دكتور محمد، حضرتك بتشرفنا وتنورنا. اهلا بيك، ربنا يبارك لك يا دكتور. وطبعا احنا دايما بنبقى سعداء بوجود حضرتك معانا. انا اسعد يا دكتور، علشان حضرتك الفيدباك او المردود اللي بيحصل لنا من المشاهدين مردود طيب بالنسبه لحضرتك، ان انت حضرتك بتوصل لهم المعلومه وبنلاقي لهم الحل في خلال فتره بسيطه. فعايز اعرف من حضرتك تلخص لي المشكله دي في ايه، لو حبينا نتكلم عن الضعف الجنسي وعن تاخر الانجاب وعدم وجود اللي هو يعني الطفل والمشاكل اللي بيحصل السيده مع بدايه الجواز، يحصل خلفه وبعد الخلفه الاولى تقعد فتره كبيره جدا ما بتخلفش وتدخل في مشاكل وادويه كتيره وبيسبب لها اعراض جانبيه كتير. فعايزين حضرتك تشرح لنا للساده المشاهدين ايه بالظبط اللي الدكتور محمد باكر قدر يتوصله بفضل الله علشان يقدر يحل هذه المعضله. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احنا صعب نلخصها لان هي مشكله، والمشكله صعب تختصر كويس. الا في الحل، يعني حل، يعني المشكله تختصر في حلها. الله، بس خلينا الاول يعني هي ما لهاش حاجه غير ان انت تحلها، غير ان هي تتحل كويس. هي مشكله قائمه لازم تتحل. نسترسل الاول المشكله تمام، اللي هي ليها كذا فرع كويس، وفروعها عندنا هي مشكله، المشكله الجنسيه الاول، سواء متعلقه بالعقم او متعلقه بمشاكل في في الجماع، فهي في الاول وفي الاخر مشكله جنسيه تمام. مشكله الضعف الجنسي زي ما قلنا قبل كده، مشكله الضعف الجنسي، ضعف انتصاب، سرعه قذف. في حاجه ثالثه يعني مشاكل اخر 5 سنين، مشكله اخر 5 سنين وهي التسرب الوريدي. التسرب الوريدي، التسرب الوريدي. يبقى ضعف انتصاب، ضعف انتصاب، سرعه قذف، سرعه قذف، التسرب الوريدي، التسرب الوريدي كويس. زي ما قلنا بينتج عن الثلاثه دول مشكله رابعه. طبعا طول ما الطريق للانجاب فاشل، اللي هي طريقه اللي هي الجماعه نفسه فاشل، فبالتالي المشكله الرابعه هتبقى فاشله. بس التسرب الوريدي للاسف ما بقاش بيصيب كبار السن فقط، كنا زمان نسمع عنه من 10 سنين هو مشكله كبار سن. بس للاسف بقت مشكله شباب دلوقتي، حتى قبل الجواز نفسه. يا نهار ابيض، بقت مشكله شباب، بنعرف عن طريق البول والكلام، بقت مشكله شبابيه. خلينا نسترسل كده فيهم. هنقول الاول مشكله ضعف الانتصاب. تمام. حضرتك يعني علشان بدات، يعني انا قريت من كلام حضرتك ان انت علشان تحل مشكله تاخر الانجاب، فاول مشكله ممكن تواجهنا في الرجل اللي هم الثلاث مشاكل دول، اللي هم ضعف سرعه القذف، سرعه القذف، والتسرب الوريدي، والتسرب الوريدي. الثلاثه دول لو موجودين ما تخافش. الكلام ده للمتزوج حديثا عشان احنا نحل مشكلته، او اللي بقاله فتره كويس.
بعد الثلاثة دول بنبدأ حضرتك اتفضل قول لنا ايه ال... احنا بالظبط زي ما حضرتك بتقول لو الثلاثة دول موجودين موجودين بصورة كويسة احنا المشكلة الرابعة عندنا سهل حلها كويس. احنا قدرنا نحل الأربعة دول مع بعض. الله. نحل الأربعة دول مع بعض بداية من مشكلة ضعف الانتصاب، بداية من مشكلة سرعة القصف، بداية بقى من مشاكل من مشكلة تنتج عن الثلاث أربع مشاكل دول، وهي مشكلة السائل المنوي وأحواله. تمام. بس الحيوية المنوية والحركة. يعني ممكن حد ما يكونش عنده المشاكل الثلاثة دول اللي حضرتك قلتهم. عنده مشاكل سليم وكويس وتمام، بس عنده مشاكل في السائل، عنده مشكلة في السائل المنوي أو الحيوانات المنوية. سواء في عدد، سواء في حركة، سواء في الزوجة. كل المشاكل دي بفضل الله احنا قدرنا بقى نعمل كوكتيل كده نحل بيه المشكله كلها، من ضعف انتصاب، من سرعه قصف، من تسرب وريدي، من مشكله في السائل المنوي، سواء عدد، سواء حركه، سواء لزوجه. بفضل الله قدرنا نحل المشكله دي بالتركيبه اللي معانا. وبرده احنا قلنا ان في ممكن ينتج عند الزوجه مشكله، بتبقى بنت كويسه خالص ما فيهاش اي مشكله فتره ان هي وهي انسه ما فيهاش اي مشكله خالص، لكن بيحصل عندي خلل في الهرمون، في الهرمونات بعد الجواز، لما يصاب نكتشف ان الزوج مصاب ببدايه عقم او بدايه مشاكل في العقم في في في, في الخلفه. بنقعد نحل بقى مده 6 شهور لمده سنه. في الفتره دي بيحصل عندي بقى مشاكل في الهرمونات، مشاكل في البريوت، مشاكل فتحسبا لانا اتصادف او اتفاجئ بمشكله زي دي احنا عملنا لها برضو حل سريع وحل بسيط زي ما قلنا قبل كده، بتاخد قبل اول جماع بعد الدوره الشهريه. حضرتك يعني بتحاول تلم كله وقبل المشكله ما تظهر لك بكون انا سددتها. بالظبط احنا بنحاول ما نسيبش ما نسيبش مكان للاحتمالات، للاحتمالات ما نسيبش فرصه للاحتمالات علشان نقدر نحل المشكله او الاشكاليه دي في اسرع وقت. بالظبط. كويس. يبقى احنا ما قلنا حضرتك بتتكلم على ان انا هحل المشاكل العقم بالنسبه للرجل او مشاكل تاخر الانجاب، الضعف الجنسي، الثلاث حاجات، ومشاكل في الحيوانات المنويه. طب ايه يعني الحيوانات المنويه؟ المفروض العدد يكون كام؟ احنا بنقول عشان يكون الانجاب. احنا بنقول عشان يكون شخص مؤهل انه يبقى اب او ان هو تحمل منه انثى او ان هو ينزل سائل منوي يقدر يلقح بويضه، على الاقل يكون في 12 حيوان منوي. 12 مليون حيوان منوي. 12 مليون دول مش عدد بس، لا 12 مليون حيوان منوي زي ما نقول كده ايه، مؤهلين يعني مفيش مش عدد بس. صح. عندي الحركه. الحركه كويسه، عندي 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 العدد، عندي توقيت معين، عندي توقيت. يعني ايه العدد؟ توقيت معين. عندي توقيت اللي هو فتره التبويض. اللي هي الفتره اللي هي اول 10 ايام بعد البريود. فتره التبويض بالنسبه للسيده. كويس. فتره 10 اللي هم اول 10 ايام بعد البريود. تمام. يبقى مش شرط يكون العدد، لازم عشان كده احنا حتى بننصح صحيح سليم. احنا حتى بننصح بعد الفتره، بعد فتره البريود الجماع يبقى يوم ويوم. تمام. يبقى يوم ويوم. كويس. طبعا مع استخدام المنتج بتاعنا ده، احنا بنقول بنستخدمه مرتين، يعني في اليوم الجماع مرتين، اللي هو على الريق الصبح ده اساسي يوميا. ده اللي هو الزيت ولا ده العسل؟ العسل. تمام. التركيبه اللي احنا عاملينها هو مش عسل عسل يعني، هي خلطه هو مسمى يعني. احنا بس عشان احنا عاملينه على عسل يعني، ولما جينا نسجله طبعا انا مش هسال حضرتك الخلطه، لما جينا نسجله فاشترطوا ان هو يكون في حاجه في يعني الخلطه على حاجه معينه. تمام. فاحنا فضلنا ان هو يكون على عسل عشان يكون مستصاغ يعني. هايل. يعني عشان يقدر يتقبله بدل ما بعمله مشروب او غيره، فكما لو كان تغذيه. بالظبط. صباحيه يعني او مساء. لا هو كمكمل غذائي، مكمل غذائي عالي جدا. كويس. بس احنا برضو ايه تحسبا لمشكله المشاكل اللي بتقابل الذكور او بعض الرجال بعد ال40، اللي هي مشكله البروستاتا وضمورها والكلام اللي احنا بقينا نسمع عنه دون، فبرضه قدرنا نلم الجزئيه دي في خلاف مشكله العقم وخلاف مشكله المشكله الجنسيه، سواء ضعف او تاخير او ضعف انتصاب او سرعه قصف. طيب نقدر نحصل على منتجات الدكتور محمد بكري عن طريق الارقام الظاهره امام حضراتكم على الشاشه، تقدروا تتصلوا وتاخدوا المنتج يوصل لكم حتى باب البيت الخاص بتاخر الانجاب، وان شاء الله يا رب كل بيت فيه مشكله يقدر يا رب يساعدنا ويفرحنا ان شاء الله بيه. طيب نبدا نقول العلاج. حضرتك قلت لنا المشاكل، العلاج اعتمدت في مكونات ليه؟ دايما المكونات بتاعه حضرتك مختلفه، على الرغم ان انت ممكن تجيب الاعشاب كلها من مصر وتخلص يعني. ليه انت تسافر وليه تجهد نفسك، ليه تدور على اعشاب وممكن يكون فيها بديل هنا موجود في مصر؟ خلينا نكون صراحه مع بعض.
احنا بنواجه مشكله. مشكله العقم بالنسبه لنا مشكله. ومشكله اصبح بنسبه كبيره اصبحت بنسبه كبيره على مستوى العالم ملهاش علاج. بس فانا عشان اقول او اصدر نفسي ان انا اقول ان انا جبت حل او عملت حل او انا جبت علاج او عملت علاج او اخترعت حاجه معينه، فيا اما يا اما يعني يا اما تكون حاجه مناسبه ملائمه على قدر المشكله، يعني ما هو على على قدر يعني على قدر المشكله لازم يكون الحل. الحل تمام. فيا اما اقول ان انا جبت حاجه مناسبه وحاجه انا براهن عليها وحاجه انا متاكد منها وحاجه انا مجربها، بس يا اما اقول لا انا بستنى نتائج معينه او بستنى اختبارات معينه او بذاكر من جديد. تمام. بس لكن احنا بنقول احنا جايبين حاجه بفضل الله بنجربها على اكتر من حد، قبل التسجيل وبعد التسجيل، قبل ما نسجلها وبعد ما سجلناها، فضل نجربها على اكتر من حد، مجربها على اكتر. يعني اللي خلانا كمان يعني خدت قرار ان انا هنزل بيها وكده ان انا جربتها على اكتر من حد مسن، يعني هو عدى حاجه عدى ال 50 اللي هي بتبقى الدنيا كمان معاه الامور صعبه، ما بتبقاش صعبه جسديا ونفسيا. جسديا ونفسيا طبعا، جسديا ونفسيا. طيب هنعرف ازاي حضرتك حلتها بعد ما اخد منى. اهلا وسهلا بيك يا منى. اهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم. سؤال حضرتك اتفضلي. انا متجوزه بقالي 10 سنين. تمام تمام. واول ما اتجوزت خلفت على طول، جبت ولد ما شاء الله. وبعدين وبعدين بقى ما حصلش تاني حمل خالص. عملت يعني عملت اشعه بالصبغه وفي حاجات كتير عملتها بس ما فيش نتيجه. فقالوا لي جوزك عنده نسبه الحيوانات المنويه 3 مليون او 4 مليون فضعيفه جدا يعني. فانا قررت يعني قالوا لي اعملي حقن مجهري، فبرضو انا خايفه ان انا اعمل حقن مجهري ما يحصلش نصيب. ومكلف. مكلف ايوه، بس انا برضو خايفه. يعني انا عملت الاشعه بالصبغه وعملت حاجات كتير يعني عماله اتعالج بس ما فيش نتيجه. فيا ترى العلاج ده هيبقى فيه نتيجه ولا ايه؟ طيب لكن انت كويسه الحمد لله. لا مفيش اي. طيب. حاجه انا الحمد لله. اسمعينا حالا يا منى، هنجاوب حضرتك حالا. طيب هنبدا الحل المشكله مع منى متجوزه بقالها 10 سنين. هل ممكن الزوج في بدايه الجواز يحصل حمل وبعد كده يحصل تاخر انجاب لاي مشاكل تحصل؟ هو ممكن يحصل حمل وينزل طفل عادي وتبقى الدنيا كويسه. ممكن يحصل حمل ويحصل اجهاض، ما يحصلش حمل، الحمل ما يكتملش. بس المشكله بتكون متعلقه مع الطرفين، لكن هي المشكله بتاعت الاستاذه اللي اتصلت واضح ان هي المشكله عند الزوج، واضح ان يعني المشكله احنا فضل معانا الحل بتاعها ان هي مشكله عدد. مشكله عدد حيوان منوي بحت. بس هو الحركه ما عندناش فيها مشكله لان هو قبل كده خلف، ما عندناش لزوجه لان هو قبل كده خلف. المشكله عندنا كلها في تشخيص الحركه بس. وده فضل الله ان شاء الله مع التركيبه بتاعتنا فضل الدنيا تظبط جدا مع فعالي من شهرين باذن الله. الحيوانات المنويه جدا جدا جدا. الانتاج بيزيد. يعني انا افضل ان هو يعمل تحليل قبل ما ياخدها. طبعا هيعتزل الزوجه 4-5 ايام وبعد كده يعمل تحليل، وبعد شهر ولا حاجه يعمل تحليل ان شاء الله الفرق يبان جدا في ال 30 يوم باذن الله. طيب في حضرتك حاجتين، الزيت مع العسل. تمام. العسل خلاص او المكونات يعني التركيبه نفسها مع الزيت. التركيبه باخدها صباحا ومساء بناخدها صباحا عريق. بناخدها صباحا عريق وبناخدها في قبل الجماع بساعه. بساعه. تمام. يعني سواء في جماع او مفيش جماع بناخدها صباحا. طيب بس دور الزيت. دور الزيت احنا بنقول لسه احنا بنقول ان ممكن تكون البنوته متجوزه عادي ما عندهاش اي مشاكل خالص، البنت منتظمه، هرموناتها كويسه جدا، مفيش اي مشكله. بس بتتصادف او بتتفاجئ ان الزوج عنده شويه مشاكل هنعالج فيها لمده 4-5 شهور 6 شهور سنه. في الفترة دي ممكن يحصل عندي خلل هرموني. عندها عند هايل خلل هرموني. فاحنا تحسبا لان قابل مشكلة زي دي ما بنسيبش مكان للاحتمالات عشان نكسب وقت، فعاملين حاجة بتتاخد ما بين الزوج والزوجة في أول يوم جماع، قبل أول يوم جماع بساعة بعد الدورة. بعد الدورة أول يوم جماع بتتاخد قبل جماع بساعة. اللي هو الزيت. بتتاخد معلقة واحدة من بين يعني الرجل معلقة والسيدة معلقة بالزبط. مرة واحدة في الشهر. مرة واحدة. طول الـ الوقت. يعني. دي بقى يعني ايه بتطمني انا كمختص او انا كمتخصص كصاحب منتج، بتطمني انا في مشكلة المبايض او الهرمونات او اي مشكلة ممكن اقابلها عند الانثى. تمام. طيب دكتور بالنسبة لمنى يعني نقول لها صبرا كام؟ 3 شهور؟ نقول لها 3 شهور لو هي المشكلة بس عندي حيوان عدد حيوان منوي بس
قلنا باذن الله في 8 مليون اللي احنا محتاجينهم دول، هو عنده اربعه احنا محتاجين 8 مليون تمام. دول باذن الله اقل من 3 شهور باذن اقل الله. من 3 شهور ان شاء الله. لكن انا اقول ان شاء الله ان في خلال الثلاث شهور لاي حد بيعاني من قله الحملات المعنويه انا ما عنديش مانع ان انا احلل كل شهر، يعني انا النهارده عندي اربعه انا احلل كل شهر. انا احلل بعد 30 يوم مش هلاقي اقل من، مش هلاقي اقل من 8 9. احلل ثاني بعد شهر ثاني مش هلاقي اقل من 12 انا محتاجهم كويس بس طيب. بعدد بحركه تمام يعني. حضرتك قبل ما يجي الاتصال قلت لي كلمه حلوه ان انت احد العلاجات كان كبير في السن. ايه التغير اللي هو اكيد حضرتك بتحاول تعرف ايه اللي حصل له نفسيا، وقلت كلمه حلوه جدا حته النفسيه دي مهمه جدا. بيحصل له اللي هو القوه بتاعه الرجل لو هو في عنده ضعف انتصاب او في المواضيع دي كلها، ما هو في بعض الناس ما بتبقاش هتهتم خلاص بالخلفه. انا معايا ولد واثنين وثلاثه وراضي الحمد لله، السن كبر حته القبول او حته الحياه الجنسيه عندي بتبقى ضعيفه علشان سني عشان اي حاجه. هو بيحس بالتغيرات دي وهو وقتي ولا بعد فتره من، يعني قصدي العلاج نفسه او التركيبه نفسها المفروض افضل ماشي بيها؟ لا احنا بنحس بتغير جسماني وهرموني من اول يوم استعمال. من اول يوم استعمال، من اول يوم استعمال انا بحس بتغير. ده بالنسبه للرجل. لان انا اصل انا مشكله الـ 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 العقمه، مشكله الضعف الجنسي يعني بتكمن في كذا حاجه في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الرجل. يعني انا بقول مثلا هبقى عندي مشكله في العضو الذكري، ممكن يكون عندي كسر عضو ذكري. احنا بنعالج الكسر العضو الذكري بالمشكله دي. المشكله دي عندي برضه الحجم ده فيه مشكله. لو عندي يعني لو عندي مشكله في كويس. لو عندي مشكله في الحجم فاحنا بنعالج الحجم او كسر العضو الذكري بالتركيبه دي ان شاء الله. زي ما احنا قلنا الانتصاب لازم قوه انتصاب معينه، فاحنا برضه بنعالج ضعف الانتصاب بالتركيبه دي. الكلام ده احنا بنتكلم فيه من اول استخدام، من اول استخدام، عشان كده احنا شرطين من قبل، من اول استخدام قبل الجماع. تمام. بيبان قوي يعني، وبيبان اول من اول، بيبان اول من اول استخدام في الـ في الـ في الـ في, الـ في الصحه الجسميه، يعني في الصحه الجسديه نفسها. بتحس بالطاقه. في الصحه الجسديه نفسها يعني. يمكن كان لسه حد معلق لي ان انا ما بحسش ببرد الايام دي، يعني هو مجرد ما باخدها. ليه بقى يا دكتور؟ يعني هو يعني حتى يعني هل هو ده شعور نفسي نتيجة فرحة، نتيجة انه انجز شيء كان صعب عليه؟ هو شعور جسدي اكتر منه نفسي، عشان احنا من ضمن الحاجات اللي احنا حطينا، من اكثر حاجة اللي احنا حطينا ثلاث اربع حاجات بنشتغل فيهم على الدورة الدموية، تنشيط الدورة الدموية. تمام. يعني تنشيط الدورة الدموية بيفيد حضرتك في علاج حاجات كتيرة. طبعا انا مشكلتي الانتصاب عندي مشكلتين في، يعني تشخيص الانتصاب عندي مشكلتين. تمام. هرموني وضعف دورة دموية. بس عشان كده احنا بنعالج الجزئيتين دول الخاصين بمشكلة الانتصاب، بعيدا طبعا، فضلا طبعا عن مشكله الضعف او مشكله سرعه القصف. كويس. يعني حضرتك بتوصل للمشكله وبتعرف ايه سببها بالظبط، سواء الضعف ده هرموني وايه تاني؟ ايوه احنا بنشتغل. بتشتغل على، بنشتغل على الحل، على على حل المرض مش العرض. تمام. بس طيب هاخد اتصال وارجع لحضرتك. ايه اهلا بيكي. ايه اهلا بحضرتك، ازيك وعاملين ايه يا دكتوره؟ الحمد لله، ربنا يخليك يا استاذه. اتفضلي. ربنا يخليك يا رب. بقول لحضرتك انا كان عندي مشكله ان انا متجوزه بقالي 5 سنين. تمام. ولحد دلوقتي ما حصليش حمل ولا اي حاجه، وخدت حاجات كتير يعني، ورحت كشفت وعملت يعني كشوفات كتير، زهقت والله. معلش. تمام. هو الا يعني السبب اللي مانع الحمل جوزي، عنده ضعف في الحيوانات المنويه. كويس. في العدد 6 مليون، وفيها تشوهات كمان. تمام. وفيها تشوهات. بس انا كنت عايزه اعرف يعني لو، يعني لو حاجه تجيب معايا نتيجه اجرب، يعني اجربها ما فيش مشكله. تمام. كويس. اسال الدكتور ينصحني بايه؟ طيب هو طبعا احنا هنتكلم على حته تجربها دي، بس انا عايز اشكر حضرتك بس يا مدام ايه على حاجه كويسه. صوتك دايما فيه مبشرات خير، يعني اللي يعني حضرتك المفروض تكوني حزينه 5 سنين، بس الصوت بتاعك بيقول ان انت ان شاء الله عندك امل في ربنا كبير. صح؟ والله العظيم احنا عندنا امل في ربنا وفيكم وفي الدكتور باذن الله، يعني يا رب يا رب يا رب يا رب. طيب اسمعيني عبر التلفزيون كلمه جميله، عندنا امل في ربنا وبعد كده الدكتور. فهو الكل يعني عنده امل في ربنا وبعد كده حضرتك، علشان هي مشكله كبيره. كلنا امنا في ربنا سبحانه وتعالى. ونعم بالله ونعم بالله. فتقول لآية ايه؟ نقول لها طبعا في تشوهات، جميل صبر جميل، زي وهي ما شاء الله معنوياتها عاليه جدا. والاجمل ان انا لما اجي اخد الدواء
ربنا سبحانه وتعالى قدامي سبب، بس الاجمل ان انا اكون مقتنع بيه. انا كنت لسه هقول اجرب. كلمه اجرب دي لا اجرب دي لا استحاله. لا اجرب الله دي لا. اعلم ده عن يعني انا ما اعرفش بس اشعر يعني ما تجربش، خلي يقينك في الله كبير في الشيء المعين. انا تلاقي ربنا سبب. انا هتعالج وانا هخلف بده الله خلاص. بس لان احنا قلنا قبل كده في اي لقاء تلفزيوني بنقوله ان اي مشكله مرضيه عندي 50% منها علاجها نفسي، 50% بس، والباقي كله احنا بناخد بالاسباب بقى ال 50% الباقيين بالادويه بس. فلا انا علاجي هنا باذن الله، علاجي هنا بس، وان شاء الله الموضوع بتكلم في 4 8 مليون الكلام ده، ان شاء الله الموضوع سهل جدا باذن الله، يعني هو استعمال واحد يعني. اعزائي المشاهدين، نقدر نحصل على منتج دكتور محمد باكري عن طريق الارقام الظاهره امام حضراتكم على الشاشه، تقدروا تتصلوا وتحصلوا على المنتج الخاص بتاخر الانجاب والضعف الجنسي والتسرب الوريدي والضعف الانتصاب عند الرجال. نقدر نتصل وناخد نحصل على التركيبه الخاصه بيه، وبيكون معاها زيت للرجل والمراه، ازازه زيت شرب، معلقه شرب صغيره مالها صغيره، قبل اول جماع بعد الدوره، مره واحده في الشهر. مره واحده في الشهر. طيب مشاكل السيدات في عجاله بس، يعني ايه المشاكل اللي بتواجه السيدات في الحمل يعني عشان تسبب لها تاخر انجاب؟ وزي ما الراجل عنده مشكله في العلاقه الزوجيه كضعف انتصاب وسرعه قذف، اكيد السيده بيكون عندها ما يسمى بالبرود العاطفي او البرود الجنسي، وده بيسبب مشاكل. وعلشان كده احنا مش بنسكت في الحلقه وبنقول معلش علشان نقدر بيوتنا كلها تبقى سعيده. بص، عجبني حياتك قوي لما بدات الحلقه بالمسكوت عنه. في مشكله يعني بتواجه معظم الفيميلز دلوقتي او البنات، اللي هي احيانا في بنات ما عندهمش بيريد خالص، البيريد ما بتجيش نهائي، وبنفضل ساكتين عنها لغايه ما البنت تتجوز. بس موضوع الخجل ده وموضوع ان هي تروح لدكتور وهي لسه بنت بتعرض نفسها، صح، وتعمل ايكو مثلا وتشوف الدنيا في ايه، الدكتور هيشخص ايه او الدكتور هيعالج ايه، لا ده عيب وده مش هينفع ودي لسه، ودي مشكله ممكن تسبب عقم مدى الحياه. ممكن ده هو يعني هو ده المسكوت عنه كويس السبب ده. فلا احنا بنقول المشكله دي مشكله مثلا تاخر البريود، تاخر دوره شهريه، مشكلة الهرمونات، مشكلة ضعف المبايض، مشكلة الدهون اللي على المبايض، بتبقى في زيادة في الوزن فبتعمل عندي دهون على المبايض فبينتج عنها إعاقة للبويضة نفسها أو عملية التلقيح، تمام، وتأخر عندي الإنجاب. إحنا بفضل الله برضو عاملين حاجة شبيهة لديا، أو بس بياخدوها بقى لديا، يعني الزوج بياخد حاجة والزوجة السيد بتاخد حاجة. بس بتبقى اللي بيبقوا الاثنين قريبين جدا من بعض وبيتاخدوا في نفس التوقيت وقبل الجماع وعريق برضه نفس الحكايه. طب والزوج ليه حضرتك قلت الزوج على الرغم من المشاكل داخل الزوجه؟ انا المشكله عندي بقول لحضرتك لما يكون الحيوان المنوي مش مأدي وظيفته، بس الامر النفسي بيصب على الامر العضوي كتير جدا. احسنت. بس فانا ليه استنى لما يحصل عندي خلل؟ احسنت. يعني بس الوقايه دايما خير من العلاج. يعني انت حضرتك بتقول انا بحسن النفسيه باستخدامي للمنتج علشان هو بيحس بقدرة جنسية هائلة، فعشان كده نفسيته بتتحسن، فسبحان الله بيحسن كمان عدده والحركة، بالإضافة يعني طبعا للتركيبات اللي موجودة داخل الشيء اللي بتساعد على الزيادات. بالظبط. طيب هاخد ياسمين وارجع لحضرتك. ياسمين اهلا بيك. ياسمين اهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح النور، اتفضلي يا فندم. ايوه يا فندم، انا متجوزه بقالي 4 سنين وما حصلش حمل، دلوقتي بيقولوا لي اني انا عندي ضعف في التبويض، واتعالجت يعني انا اتعالجت، انا بقالي سنه عماله اتعالج وفي التبويض نفسه بس ما فيش نتيجه. وزنها قد ايه؟ وزنك قد ايه يا ياسمين؟ انا وزني 75. 75؟ ايوه. حاسه ان في وزن زياده طبعا. قالوا لي في وزن زياده وفي دهون من جوه، بس انا كنت باخد يعني علاج برضه. كويس. بس مفيش نتيجة. كويس. في سؤال آخر؟ لا بس هو يعني لا لا خلاص. يعني هو حضرتك ممكن ألاقي علاج عند حضرتك للتبويض دوت ولا إيه؟ شكرا ليك يا ياسمين، اسمعيني عبر التلفزيون هنجاوب حضرتك. حضرتك قلت وزنها كام؟ ليه؟ ما أنا قصة الوزن دي إحنا قلنا الوزن هيعمل عندي دهون على المبايض،
فعمليه التبويض هتفشل. عمليه التبويض عندي هتفشل بس. فاحنا بندي معديا بدل ما نقول بقى الزيت بناخده مره واحده في تركيب الزيت الثانيه مع الزيت ده، وبتتاخد يوميا. يوميا بتتاخد يوميا بعد وجبه الفطار. اه دي بتظبط عندي جزئيه التبويض ديا، جزئيه المبايض، مشاكل الدهون اللي على المبايض، تمام، مشاكل الدهون نحو الرحم، بتظبط عندي الجزئيه ديا، وبتبدا تحرق معاها برضه هي ككوليسترول، وان شاء الله الدنيا تظبط جدا يعني. الله اكبر. هايل يا دكتور، نشكر حضرتك. اعزائي المشاهدين، نقدر نحصل على منتج الدكتور محمد بكري عن طريق الارقام الظاهره امام حضراتكم على الشاشه، تقدروا تتصلوا وتحصلوا عليها. فاصل، هنرجع لكم تاني في موضوع من المواضيع المهمه، او مرض من الامراض المنتشره وبيسمى مرض مزمن، الحل بيبقى صعب، مش صعب ان شاء الله، كله موجود، هو مرض السكر. بعد الفاصل نلتقي مع الدكتور محمد بكري ونتكلم على مرض السكر. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده وكلام في الطب. كلام في الطب النهارده من الكلام المهم جدا، علشان مرض مهم جدا. المرض فيه الخطر وفيه الاخطر، بيعتبر السكر من الامراض الخطيره. يعني ايه السكر؟ طب اللي بيجيله سكر ده نتيجة ايه؟ طب هو ايه اللي ممكن يحصل لو انا جالي السكر؟ طب هل السكر مرض مزمن لا علاج له؟ طب هل السكر نقدر نعالجه؟ طب المدة كام؟ طب ايه الحاجات اللي ممكن السكر يسببها لجسم الانسان؟ السكر ليه توابع خطيرة جدا، هنعرف النهاردة. طيب السكر يقول لك مرض يحترم، طب احنا ازاي نحترم السكر؟ طب هل انا هفضل اعيش طول عمري بمعاناة ما يسمى السكر؟ طب هل دلوقتي لازم اغير جهاز؟ اعمل ايه؟ هنعرف حاجات كتير، لكن عايزين نقول حلقة النهاردة هي حلقة مبشرات وليست منفرات. ان شاء الله كل مريض سكر اوعى يشيل هم، اتفرج على الحلقة، تابعونا. اي حد عنده اي سؤال يخص مرض السكر ان شاء الله هيجاوبنا احد المتميزين في طب البديل او الاعشاب او الطب التكميلي، والآن يسمى الطب الشمولي لأنه يشمل الكثير من العلاجات، بل كل العلاجات. فبنرحب بضيفنا الدكتور محمد بكري المتخصص في العلاج بالنباتات الطبية. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا بيك دكتور محمد، حضرتك بتشرفنا وتنور. ربنا يبارك فيك. السكر كان يصيب السن الكبير، السكر نتيجة انفعال، جاله سكر نتيجة كذا، مسميات كتيرة أو أسباب السكر. فأنا عايز أعرف من حضرتك إيه هو تعريف السكر؟ إيه مسببات السكر؟ إيه أضرار السكر؟ والأهم كيفية علاج السكر، هل هو علاج نهائي ولا علاج يعني مكمل نفضل ماشيين عليه؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا عندي موظف في الجسم هو اللي بيفرز الأنسولين، بس البنكرياس. اه انا كويس. عندي موظف في الجسم، اعتبرت البنكرياس موظف في الجسم، اه هو اللي بيفرز الانسولين. الموظف ده احيانا بيتعب كويس، واحيانا بيتحال على المعاش. يا سلام. اه بس بلاش نقول بيموت. طيب بيتعب وبيتحال على المعاش. انت شبهت لنا السكر مشكلته ان في موظف هو اللي بينتج الحاجات، ما الانسولين. البنكرياس للسادة المشاهدين بس عشان ناخد بالنا، البنكرياس كده حضرتك بتوضحها لنا ببساطة، البنكرياس هو المسؤول عن افراز الانسولين في الجسم. افراز الانسولين في الجسم. يا بيتعب يا بيطلع معاش خالص، يا بيطلع معاش خالص بلاش يموت. تمام. بيتعب حاجتين، يا يفضل تعبان طول الوقت يا يتعالج. انا جاي اتكلم عن اللي بيتعب. انت جاي تتكلم عن اللي بيتعب؟ اه انا جاي اعالجه. اللي بيخرج معاش، اللي بيخرج معاش ده ممكن يعني انا جاي اديله بدايل. طيب احنا عشان بس الناس اللي موجوده معانا، الدكتور حاول شبه البنكرياس الخاص بي او هو المسؤول عن افراز الانسولين بموظف، موظف بينتج او دوره انه ينتج كميه الانسولين الخاصه بالجسم. البنكرياس في حاله ضعفه بيتعب فسماه بيكون تعبان، او البنكرياس بيوصل لمرحله صعبة فبدل ما بيقول لك البنكرياس خلاص توفى فبيقول لك ايه، الموظف خرج معاش. فحضرتك بتقول لي دلوقتي انا في المرحلة اللي هو فيها البنكرياس تعبان، هنخلي التعبان ده يخف ولا انا بساعده وبديله علاج عشان يفضل بس عايش؟ لا خلينا بقى نتكلم علمي. نتكلم علمي. احنا عندنا نوعين من السكر. تمام. عندنا النوع الاول، النوع الاول، وعندنا السكر من النوع الثاني. الثاني كويس.
النوع الاول ده بيكون البنكرياس ما بقاش بيفرز انسولين، فبنضطر ان احنا ندي انسولين صناعي، ندي انسولين من بره. تمام. فاللي وصل للمرحله دي طبعا اللي وصل لها غلط، ان كان بيتعالج من النوع الثاني غلط، بيتعالج من مرض السكر اللي هو التايب 2 غلط، فبقى بعد 3 4 سنين بقى مريض سكر من النوع الاول. بس فاحنا ده يعني مفيش واحد بيوصل نوع اول على طول، لا خالص خالص خالص، لازم النوع الثاني تايب 2 بيوصل للنوع الاول نتيجه اهمالي في مرض السكر، نتيجه ان هو بيتعالج غلط. احنا النهارده اجرام اللي بيحصل في العيادات الطبيه اجرام. اولا ما فيش حاجه اسمها دكتور بطن هو اللي يعالج السكر، في حاجه اسمها دكتور تغذيه علاجيه. تغذيه علاجيه هو اللي يعالج السكر كويس. لان مشكله مرض السكر كلها متعلقه بالاكل والشرب، رقم واحد اكل وشرب. ماشي. فانا مش هروح عند دكتور بطن، اوصل حاجه عنده هيجيب ورقه وقلم ويكتب لي سيدوفاج، يكتب لي الحاجات اللي هي مش عايزين نقول مسميات، بس يكتب لي الادويه اللي هي بتضخ انسولين. هاي. بس طب ما بعد كده الادويه دي بعد 3 4 سنين مفعولها هيقل، هضطر اخد انسولين صناعي، هبقى مريض سكر من النوع الاول. تمام. طب يا عم اقول له الاول ياكل ايه ويشرب ايه؟ ما هو السكر ده جه منين؟ جه من الاكل والشرب غلط، ممارسه عادات يوميه غلط. طب ما بيقول لك السكر وراثه. مفيش كلام ده. مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. احنا بيتولد طفل عنده سنه واتنين وعنده سكر، والام والاب ما فيهمش حاجه خالص. مفيش قصه سكر وراثه دي نهائي. احنا بنسمع يعني أمهاتنا وكل ما يجي رايح فعلا للطبيب يقول لك انت عندكم ده سكر خلاص وراثه، مسميات احنا بنسمعها، الثقافه الطبيه بتاعتنا قليله. انت حضرتك بتقول مفيش الكلام ده. اولا انا يعني انا ما بحبش اقول ان في مرض وراثي، بس وجعلنا كل شيء انسى، كل مرض له سبب. صحيح. يعني كل علم العالم على جهل من جهله، يعني كل مرض وليه سبب، مجرد ما بنقف على السبب بنعالج، ما وقفناش على السبب التشخيص الخاطئ بيؤدي الى علاج خاطئ. صح. بس فاحنا بنقول سكر النوع الاول، وده الدوله متكفله بيه، بتعالجه بالانسولين. احنا بندي بدايل، لو حب العيان ياخد بدايل بنديله بدايل للحقنه نفسها، للشكشكه بنديله بدايل المنتج بتاعنا. لكن انا علاجي طالع اقوله للسكر من النوع الثاني اللي هو معتمد على البرشام، على الكبسولات لسه. تمام. بس بشرط انا عندي عادات يوميه في الاكل والشرب غلط. كويس. انا ناتج السكر عندي، بقيت مريض سكر مرتفع من اكل النشويات، من اكل سكريات. طيب النوع الثاني البنكرياس مازال شغال بنسبه كبيره جدا. الله. فانت بتلحق بحاجتين، الاكل والشرب، نظام غذائي، نظام غذائي حياتي. تمام. مش نظام غذائي اكل وشرب اللي هو يفطر كذا والغدا كذا والعشاء كذا، لا حياتي. نظام حياه مع المنتج، مع المنتج بتاعنا بفضل الله. طيب. بتاخد مره يوميا. مره يوميا. ده بيظبط لي جزئيه جدا بتاعه السكر في الدم، مع الاكل والشرب، مع بنقول هنهذب الجسم، يعني عمليه تهذيب الجسم، تهذيب الاكل والشرب. انا عندي نشويات على قد ما اقدر اقلل منها، لو قدرت امنعها خالص دي حاجه ممتازه. طيب معلش، عشان اصحاب مرض السكر يكونوا موجودين معانا يكتبوا الملاحظات اللي هيقولها الدكتور محمد بكري في علاج السكر من النوع الثاني، ان شاء الله بنوصل فيه لدرجه شفاء، ولا حضرتك برضو بفضل ماشي على بنوصل لدرجه شفاء تام في فتره مش ازيد من 4 شهور. طيب. وبنلاقي تحسن، مش عايز اقول في اول يوم، يعني انا مش عايز ابالغ اقول في اول يوم، فعلا احنا بنستعجل، بس انا بلاقي تحسن في اول يوم فعلا. بلاقي تحسن انا في طبيعتي، انا عشان انا عارف مرضي السكر بيأثر عليا، يسبب لي اي شيء ايا كان، لو هو لا بطبيعتي واي وسيله انا بعرف بيها السكر مرتفع ولا لا، سواء تحليل في الدم، سواء تراكمي، سواء عشوائي. كويس. بلاقي تحسن عملي وليس نظري كمان. وتحليل السكر موجود في الصيدليه عادي عشوائي؟ النهارده بقى في البيوت، يعني كل الناس بقى عندها اجهزه يعني. كويس. ببدأ الاكل والشرب، حضرتك قول لي ايه الممنوع وايه المسموح علشان احافظ على البنكرياس لفتره، بعد كده هتسمح لي ان انا اكل عشان انا خفيت. احنا بنقول النشويات ممنوعه ولا مقبوله؟ ممنوعه. يبقى هنتكلم عن الممنوعات الاول. النشويات. الممنوعات. تمام. نشويات. النشويات باكملها بنقول العيش، بنقول رز، بنقول مكرونه، بنقول البقوليات، بنقول فول، عدس، بصل، البقوليات كلها. بنقول اللحوم الحمراء، بنقول السكريات، بنقول الفاكهه عشان الفركتوز طبعا والسكريات اللي تبقى عاليه في الفاكهه. كل ده ممنوع. طب اكل ايه؟
انت منعتني من كل حاجه. طب منعتني من الفاكهه، طب قول لي انواع فاكهه كلها، هعرف بس من حضرتك الحاجات اللي انا اقدر اكلها والحاجات اللي انا ما اقدرش او المسموح بيها بعد ما اخد فاطمه. اهلا بيك يا فاطمه. صباح الخير يا دكتور، اهلا بحضرتك. يا صباح النور يا استاذه فاطمه، ازاي حضرتك؟ الحمد لله، حضرتك عامل ايه؟ تمام زي الفل. استسمحك يا دكتور لو سمحت اكلم دكتور محمد البكري بعد اذنك؟ مع حضرتك، اتفضلي يا فندم. صباح النور يا دكتور. بالخير يا فندم. بعد اذن حضرتك يا دكتور كان عندي بس استفسار بسيط. انا جدتي عندها سكر ومش بقالها كتير، بقالها سنه واحده بس، ومش بتاخد انسولين، هي بتاخد برشام عادي. فاحنا كنا عايزين ان هي تركيبه تخليها ترجع حياتها طبيعيه جدا، تمام، وتشيل السكر ده منها خالص. يعني انت مش عايزاها تاخد ادويه وفي نفس التوقيت ان شاء الله تخف يعني؟ لان هي مش بقالها كتير، هي بقالها سنه بس. وياريت طريقه الاستخدام بتاعتها ازاي، وايه الاكلات اللي ممكن هي تاكلها جنب الدواء اللي حضرتك هتقوله لها. هو طبعا الدكتور قال النشويات، اللحوم الحمراء، السكريات، الفاكهه، الحاجات دي ممنوعات. طيب في سؤال اخر يا فاطمه؟ لا ميرسي جدا يا دكتور، ميرسي لحضرتك. شكرا لك. هتابع الحلقه مع حضرتك دلوقتي يا فندم. شكرا لك، اتفضلي اتفضلي. حضرتك نستكمل الممنوعات، نشويات، لحمه حمراء، سكريات، البقوليات، الفواكه. طيب ايه اللي انت حضرتك تسمح لي بيه؟ اسمح بالدهون. دهون؟ في دهون، في دهون مشبعه، دهون مشبعه، دهون 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 اللحمه بدهن والحاجات عكس التخسيس. بس خلينا نقول ان فقدان الجسم للانسولين بس ده بينزل الجسم، ده بيحرق، بيبدا يحرق معايا قوي طبعا. بس فاحنا عشان كده هو بيشتغل على الدهون، فاحنا عشان كده بنبدا ندي دهون بس. صح. بدل ما انا هشتغل عشان اديك انسولين علشان ما يحرقش في الدهون، اديك دهون. علاج السكر من النوع الثاني في العالم كله النهارده يعني ما بقاش مرض. يعني انا ضد ان السكر صديق الانسان، ضد المقوله دي، ما بقاش مرض. ضد ان فيروس يصدق الانسان، ما بقاش مرض. بس النهارده في العالم كله سكر النوع الثاني مش مرض. مش مرض نهائي، هو جه عن طريق ممارسه عاده خطا في الاكل. فاحنا بنعدل العاده دي بس مع عامل مساعد مهم جدا احنا شغالين عليه برضه بيساعد. لان انا النهارده مش هاجي اقول له يعني اوقف لي عن 100% نشويات، لا، هو هيوقف لي برضه، هيقف عن 70، انا بدي له 30 بس. يوقف لي عن 70% فاكهه، 100% فاكهه، مش هيقف عن 100%، هيقف لي عن 60 50، انا بدي له النسبه الباقيه. احسنت يا دكتور، صح. انا فعلا الفاكهه مش هقدر، بس بدل ما انا باكل كميه مثلا 100% فاكهه، فال 50 مع الدواء بيديله العمل المساعد الدواء اللي هو بيبدا يعدل من البنكرياس، يعدل من وضع البنكرياس، بيبدا يفرز انسولين طبيعي. كل حاجه الطبيعه بتاعتها اجمل. طيب السكر بيبان بالتحاليل، اول ما بعمل تحليل بعرف النسبه، فالنسبه بتقول لحضرتك ارشادات ان انت عندك سكر من نوع اللي هو اول حاجه اللي هو النوع الثاني، خلاص احنا يعني ايه اقرنا بيه. التحليل بقى تبان معايا امتى النتيجه مع المنتج الخاص بعلاج السكر؟ احنا بلاش نقول ان احنا هيبان معانا من اول تحليل، يعني احنا مثلا ممكن نحلل عشوائي مثلا دلوقتي وبعد ما اخد المنتج بعد ساعتين ثلاثه ممكن احلل عشوائي على نفس الجهاز بنفس الصيدليه بنفس، يعني هاي. مش عايزين نبدل في اجهزه. بيبان معايا نتيجه مقبوله جدا، بس خلينا نقول احنا كل 3 ايام نحلل، واحلل بنفس الطريقه اللي حللت بيها، سواء حللت عشوائي او تراكمي او صيام فتره او كلام، احلل بنفس الطريقه اللي حللت بيها. كويس. بعد التحليل بتبان لي النتيجه، لو هي النتيجه كويسه انا نفسيتي بتتحسن، ويبقى في امل لحضرتك دايما بتعتمد عليه ان النفسيه لو كويسه الجسم بيعالج نفسه بنفسه. بالظبط. طيب السكر، فاطمه ستها بقى لها سنه، فبتيجي بتقول لها هي بتاخد برشام، الناس بدات تتعب. يعني انا اسف يا دكتور، انا بقول لحضرتك اللي احنا بنشوفه، احنا مش متخصصين، احنا طالعين عشان كده، مش طالعين نقول، احنا طالعين نقول ان احنا مش هندي برشام، مش هندي كبسولات. طب ما انا اقول لحضرتك، انا اسف، انا اما اجي اروح للدكتور اقول له انا باخد اعشاب دكتور محمد بكري علشان انا عندي السكر والنوع الثاني والكلام ده كله، هيقول لي لا يا ما ينفعش، ارمي. يقول لي حبه كريمين. ارمي. طب الدكتور محمد بكري انا عشان اقول انا هاخد يعني انا بفكر بتفكير مريض السكر، هاخد ده ولو سبت البرشام انا هتعب، انا خايف.
طيب انت حضرتك بتقول لي خد ده وما تاخدش البرشام اللي انت بتاخده صح؟ هبطله. طيب والفتره 4 شهور 6 شهور يا دكتور مع حضرتك باخد العلاج، بعد الست شهور انا بقول لحضرتك، انت لحضرتك قلت 4 وقال فضل الله، انا بقول يا عم 6 هاخد 6 مش خسران. طيب الستة اللي انا هاخدهم في علاج السكر دول هخف تماما، لا هاخد لا اعشاب دكتور محمد بكري ولا هنفعك ولا هاخد برشام. ما انت لا ده انت ده انت ده انا هنفعك بالدعاء. اي مريض سكر او اي مريض بيدعو دعاء، انا عارف ان حضرتك بفضل الله متميز، توكلك على الله ممكن سبب نجاحك يعني يقينك في حاجتك النتائج اللي حضرتك شفتها في العلاج السكر. طيب معلش قول لي يعني خدنا على قد عقلي، السكر انا هاخد العلاج ده، طيب البرشام ابطله همنعه، طب انا اعمل ازاي اختبار ان انا كويس؟ اقيس تاني يوم. تاني يوم اقيس سكر تاني يوم. طيب بس مع الالتزام زي ما قلنا، مع الالتزام. اقيس كل يوم لفتره؟ لا انا احنا قلنا احنا مش عايزين نحط نفسنا في ضغط نفسي. ايوه لا ماشي. احنا هنظبط جزئيه الاكل دي يعني، وهناخد معلقه من دهون بعد وجبه الفطار خلاص الدنيا بقت جميله جدا معانا، بس ممكن نعمل تيست كل 3 4 ايام. معلقه بعد وجبه الفطار مع ان انا باخد التزام بالبعد عن نشويات اللحوم الحمراء السكريات الفاكهه البقوليات لفتره بسيطه، ما بكترش بقلل على قد ما اقدر. عرفت نمنع خالص دي حاجه جميله. لو عرفنا نجمع خالص حاجه جميله وبستعوضها بقى بالدهون والحاجات اللي حضرتك. جبنه قريش بزيت زيتون الكلام ده، القلب برضو منتجات الالبان الى حد ما نبعد عنها. نبعد عنها على قد ما نقدر. تمام. وهنعمل قرص رياضه يعني، لو حتى 5 دقائق مشي. لو حتى 5 دقائق مشي رياضه. الحكم نبدا نخلي الجسم يحرق ويبدا يفرز في انسولين طبيعي كويس. بس حتى لو 5 دقائق مشي. لو 5 دقائق مشي بس يفرز. احنا كنا زمان بنقول حتى لو ما فيش مشي، احنا كنا بنقول حتى يعني ممكن رياضه نط الحبل اللي هي القديمه دي حتى لو بلاش بقى جري بقى ونط، لا ده مشي كده حوالين الحبل ولا حاجه. ده بالنسبه للناس اللي هم البيتوتين قوي بقى. انا ما بخرجش، انا بروح والسن الكبير السن الكبير مش هيقدر يعمل رياضه، بس انت حضرتك بتمنعه. احنا عندنا سكر ليه، مش عايزين نقول توابع، ليه عواقب. احنا كنا لسه بنتكلم شويه على الضعف الجنسي. هو من احد مسببات الضعف الجنسي. صحيح. من احد مسببات سرعه القصف. من احد بيعانوا فعلا مرضى السكر من كده. من احد مسببات مرض الفشل الكلوي. طب ما عفوا، مريض السكر ينفع ياخد التركيبه بتاعه الطاقه او الخاصه بال؟ ده سؤال بمليون جنيه. الله يكرمك. ليه بقى؟ احنا عندنا كذا نوع من العسل. وكذا نوع من الخلايا. بمعنى ايه؟ انا عندي النحله بتفرز، المفروض هي بتفرز مره واحده يعني، هي بتديني مره واحده عسل. تمام. بعض الناس اللي هم منعدم الضمير بيغذي النحله تاني عشان تنزل سكر، بيغذيها جلوكوز عشان تنزل سكر، وما يسمى بقى عشان تنزل عسل، وما يسمى ده بالعسل اللي هو ايه يعني احنا بنقول ده عسل مش متغذي. يعني ايه مش متغذي؟ يعني طبيعي 100%، ما فيهوش قطره جلوكوز. زي ما بيقولوا الاطفال اولى او مسميات يعني كده. احنا بنقول ان احنا عاملين التركيبه دي على عسل اطفال اولى. هايل. بس ومش وده مش عسل السكريات. يعني مش ده عسل جبلي. يعني احنا المنحل في جبل. تمام. بس فده بفضل الله ده عسل جبلي. طيب معلش عشان الاستاذ وليد عماره طبعا مخرجنا المتميز، الوقت بيخلص معانا اتصال. امنيه اهلا بيك يا امنيه. طيب شكرا لك يا استاذ وليد. استاذ وليد قفل التليفون على امنيه. طيب حبيبي. طيب الجرعه سريعا في دقيقه. الجرعه بناخد معلقه بعد وجبه الفطار على كوبايه ميه دافيه. تمام. بس الامان اللي انا قلت لحضرتك عليه، احلل كل اسبوع مثلا لو انا بطلت ممكن كل اسبوع. طب عفوا سؤال بخبره حضرتك الطبيه، هو ممكن مريض السكر ما ياخدش البرشام يوم 2 3 وما يحصلوش اي تاثير؟ هو بياخد برشام بس لا عشان امان. لا يحصل له. يحصل له. بس بعد انا إيه؟ انا مدي بدايل. انا فاهم. البرشام انا هستبعد الادويه دي ليها اثار جانبيه. مريض السكر لو ما خدش برشام يوم بيتعب. تمام. بيتعب. يبان بقى معاه. احنا مدين دي بدايل، احنا مدين دي عشان نوقف بيها البرشام. تمام. نهائي عشان نقول ان ده هيرجع بني ادم طبيعي جدا. الله. بني ادم صحي
بس احنا ما بنعيبش في الدكاتره، الدكاتره كلها فوق دماغنا واساتذتنا، بس احنا لكن بنتكلم لكل احنا بنعالج مجتهد. صح احنا بنعالج صح. صح احنا الدكتور اسهل حاجه بعيدا عن اثار الجانبين. اه الدكتور اسهل حاجه عنده ان هو يسحب روشته ويكتب نوعين ثلاثه دواء، لا احنا بنقول نظام غذائي، بنقول اكل، بنقول ممنوعات، بنقول ماشي، بنقول رياضه، بنقول الدواء دون. تمام وانا تحت امر اي حد. نشكر ليك الدكتور محمد بكري، شكرا لحضرتك تواجدك معانا، ويا رب ان شاء الله يكون من شفاء لشفاء، بتاخد دعوات كتير. شكرا لك. اعزائي المشاهدين، انا طبعا بشكر كل زملائي، الاستاذ وليد عمار مخرجنا الجميل، والاستاذ نصر الشاهد المتميز في عالم الفضائيات. اي قناه يعني نتمنى ان يكون فيها زي الاستاذ نصر الشاهد بصراحه، يعني بيتحفنا بصراحه. احنا بنستمتع دايما بتواجد الاستاذ نصر في القناه علشان بيسهل لك كل الامور، اموره بسيطه وجميله كده وحلوه على الصبح. شكرا ليكم، شكرا لكل زملائي، نلتقي بكم دائما. تحياتي محمد الدالي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.